السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شفنا بعينينا يا جماعة الغش، وسيدنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا فليس منا، ده غش لا يرضي الله. خلي ابنك دكتور وطلع فاشل، خلي ابنك مهندس او بنتك مهندسة او ابنك يطلع يعني سبحان الله حاجة كده من اللي بقوله، بتبقى يعني اصحاب القيم وهم فاشلين. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دي الثانوية العامة يا جماعة. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قرأت ليه في كتاب اسمه الضياء اللامع من الخطب الجامعة، قال ما أخر المسلمين، المسلمين ما تأخروش في العلم ويعني والصناعات إلا بسبب الغش في التعليم. حسبنا الله ونعم الوكيل.